يا مساعد يا رب، ان شاء الله الاهلي يكون موافق النهارده. خلينا نشوف اخبار اليوم. اتكلمت على الاهلي وقالت ايه النهارده. قالت ان تحت شعار لا بديل عن الفوز اليوم، الاهلي يتحدى طموحات بلاتينيوم لتعديل موقفه الافريقي، وده حقيقي. يعني فريق بلاتينيوم عنده طموحات، وتكاد تكون الفرصه الاخيره ليه النهارده ان هو يحاول يخرج بنتيجه ايجابيه لا قدر الله من استاد السلام. لكن المهم باذن الله ان فريقنا جاهز، وان شاء الله يقدر يتخطى هذه العقبه، وهي اكيد عقبه، لان انت طالما بتلعب فريق ايا كانت قدراته ايه متواجد في دور المجموعات، اذا هو فريق عنده مقومات جيده، وربنا يستر ما يبقاش فيه مفاجات. ان شاء الله الاهلي جاهز جاهزيه تامه، وبيتحدى تحدي قوي في هذه البطوله، هذه المباراه، من خلال مواجهه بلاتينيوم في البطوله. تعديل الموقف، احنا ماشيين في الترتيب الثاني، طبعا الاهلي بيبقى دايما عايز المركز الاول، فمن خلال المباريات باذن الله يقدر الاهلي يوصل لهذا المركز باذن الله. عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا والجهاز الفني. نروح للجمهوريه. الاهلي الجديد يواجه بلاتينيوم العنيد، مش عارف اهلي الجديد قصدهم بيها ايه، لكن هو عامه الاهلي هو هو من اول الموسم ما شاء الله، مباريات مختلفه سواء محليا او افريقيا، وبيقدر ان هو يحقق نتائج واداء مميز على مدار البطولتين، وحتى كمان بطوله كاس مصر. بلاتينيوم فريق طبعا عنيد، وان شاء الله الاهلي يتخطى هذه العقبه. وطبعا كل الجرايد النهارده بتتناول من وجهه نظرها هي مباراه اليوم، هذه المباراه الهامه بالنسبه للفريق. نروح للمسا، وبتتكلم على ان قطار الاهلي ناوي يدهس بلاتينيوم، يعني قصدهم طبعا او في اشاره للانتصارات المتتاليه بالنسبه للفريق في بطوله الدوري. لكن دي بطوله ودي بطوله، ده تحدي وده تحدي. التحدي الافريقي دايما بيبقى اصعب في كل الاحوال يعني، لكن ان شاء الله نتمنى ان يكون في دهس او في عدد وافر من الاهداف. والاهم طبعا في كل الاحوال الفوز، لكن لو في عدد وافر من الاهداف هيبقى شيء جيد طبعا. الاحمر جاهز لانتزاع فوز كبير على بطل زيمبابوي، احنا مش عايزين برضو نغمه الفوز الكبير، الاهم 3 نقاط، لان طبعا دي مواجهه افريقيه بتبقى صعبه. والكلام بخصوص عدد كبير من الاهداف ومثل هذه الامور اكيد بيعمل ضغط او نوع من انواع الضغط على الفريق. احنا مش عايزين يبقى في ضغوط على اللاعبين، احنا عايزين ان شاء الله باذن الله ان اللاعبين يكونوا مركزين التركيز التام، واحنا متعودين من لعيبه النادي الاهلي على كده، وباذن الله يحققوا الانتصار النهارده. نروح لخبر اخر من الاهرام المسائي، واللي بيقول الاهلي ضد المفاجآت. يعني برضه في اشاره ان ممكن بلاتينيوم يحقق مفاجاه لا قدر الله، يلتقي بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجوله 3 لمجموعات دوري الابطال، وهو يعني تحذير او تنبيه للجهاز الفني واللاعبين ان فريق بلاتينيوم لا يجب الاستهانه به طبعا، واكيد الجزئيه دي واصله بشكل كامل عند الجهاز الفني واللاعبين. فبالتالي البعض يعني بيتكلم في هذا الاتجاه. يلتقي بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجوله 3 مجموعات دوري الابطال، موقعات السلام فرصه لتفوق تاريخي. برضو دي من انواع الضغط على اللاعبين، مش عايزين ضغط، ان شاء الله المهم الفوز. ومقاومه الضيوف مستبعده. ليه مستبعده؟ لا طبعا، فريق بلاتينيوم فريق جيد، قدر ان هو يحرز هدف في الهلال على ملعبه. خسر بلاتينيوم على ملعبه 3-0 من النجم الساحلي، لكن ده برضو مش مقياس، كل مباراه بيبقى ليها ظروفها. نتمنى طبعا الظروف النهارده تكون في صالح النادي الاهلي، تكون ايجابيه لصالح الفريق، ده الاهم. لكن استبعاد المنافس او التقليل من قدراته ده كلام غير منطقي في كره القدم، مفيش حاجه اسمها كده في الكوره ان الفريق ده مستبعد جدا ان هو يقاوم في المباراه، لا طبعا، كلام غير منطقي يعني. نروح للمصري اليوم، بتقول اهلي الرباعيات يبحث عن ضحيه جديده افريقيا، ان شاء الله باذن الله يكون فريق زيمبابوي، فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي ضحيه جديده بالنسبه للفريق، خصوصا دي اول مواجهه تاريخيه ما بين الفريقين. فاليري يطالب اللاعبين بتصحيح الاوضاع امام بلاتينيوم، وبطل زيمبابوي يرفع شعار نكون او لا نكون الليله، ده بسبب طبعا ان هم موقفهم صعب وما عندهمش ولا نقطه من خلال مباريتين، ان شاء الله يخرجوا بعد مباراه النهارده كمان من غير ولا نقطه باذن الله تعالى. طيب نروح للبوابه. الليله الاهلي واصل رحله البحث عن الاميره الافريقيه بمواجهه بلاتينيوم الزيمبابوي. رحله البحث طويله، المشوار لسه بدري، الاهلي دايما بياخد البطوله مرحله مرحله، خطوه خطوه، انت في دور المجموعات لسه بدري على التتويج باللقب. طبعا هو الهدف والحلم الاساسي بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه، لكن في كل الاحوال انت مركز في اللي قدامك دلوقتي. اللي قدامك ايه؟ مباراه في دور المجموعات تكسبها، تزود عدد النقاط عندك، وتفضل ان شاء الله تاخد مباراه تلو الاخرى، وبعد ما تخلص من دور المجموعات تفكر بقى في كل دور على حده لحد ما توصل النهائي. النهائي اكيد ليه حسابات اخرى خاصه. فايلر طالب اللاعبين باستغلال عملي الارض والجمهور، وده اكيد امر مهم جدا لتحقيق الفوز
كاتبينها على التوالي على طول، اكيد قصدهم الثاني على التوالي، ممكن تكون غلطه مطبعيه ولا حاجه. ان شاء الله يكون الفوز الثاني على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي. نروح للوفد، اخر خبر نعلق عليه. الاهلي يتسلح بالانتصارات لتخطي عقبه بلاتينيوم. فايلر يحذر من التهاون، ده امر مفروغ منه. وبطل زيمبابوي يسعى للانتفاضه. لا قدر الله، باذن الله الاهلي يكون موفق، مفيش انتفاضه ولا حاجه، والحسابات كلها قائمه، واستعاده النادي الاهلي كلها جديه ومهمه جدا ومميزه لتخطي هذه العقبه خصوص فريق بلاتينيوم قبل مباراه العوده اللي هتكون في الجوله الرابعه هناك في زيمبابوي. وباذن الله باذن الله نقاط تعتبر في ايد النادي الاهلي، بس اهم حاجه التركيز، اهم حاجه الجديه وعدم الاستهانه بالمنافس، وده اللي اكيد مركز عليه جدا جدا الجهاز الفني واللاعبين في صفوف الفريق.